مساء الخير على كل مشاهدي ومتابعي قناة الأهلي في كل مكان، وحلقة جديدة من الترند. حلقة اليوم مليئة بالعديد والعديد من الأخبار المتنوعة، سواء على الصعيد المحلي أو الصعيد العالمي، وبالتحديد كمان كل ما يخص ويتعلق بنادينا الحبيب النادي الأهلي وآخر أخباره وتفاصيله على مدار حلقة اليوم. لكن دايما بيكون مهم بالنسبة لنا قوي التواصل مع حضراتكم، وحضراتكم تقدروا كمان تتواصلوا معنا من خلال صفحات قناة الأهلي المختلفة على السوشيال ميديا، من خلال أن أنتوا تجاوبوا على سؤال حلقة اليوم وتقولوا رأيكم في مين هو أبرز لاعبي النادي الأهلي في أول 5 جولات من بطولة الدوري وأول 5 مباريات للنادي الأهلي في هذه البطولة. في الحقيقة عندنا عدد كبير جدا من المتألقين في أول 5 جولات، لكن هنشوف رأي حضراتكم في الجزء الأخير من حلقة النهاردة من الترند. لكن دايما بيكون في عناوين مهمة للحلقة، نروح نشوفها. في ترند الأهلي، الأهلي يجهز ملفا طبيا للاعبيه استعدادا لكأس العالم للأندية. في الترند المحلي، اتحاد الكرة يقرر إيقاف الدوري لمدة شهر. أما في الترند العالمي، كوكا يعود للمشاركة مع أولمبياكوس بعد شفائه من كورونا، الحمد لله على السلامة. في النهارده في عدد من المباريات في الدوريات المختلفة، تحديدا الدوري الأسباني والإيطالي. خلينا نبتدي بالدوري الأسباني. النهارده ليفنتي بيلاعب إيبار، أو لاعب إيبار خلاص. النتيجة 2-1 لليفنتي، فاز في هذه المباراة ضمن فعاليات الدوري الأسباني. كمان فريق قادش عنده مباراة كمان ربع ساعة مع ديبورتيفو ألافيز، وليتشي الساعة 7:30 مع ختافي، وكمان الساعة 10 بالليل مباراة ما بين بلد الوليد وفالنسيا. ده فيما يتعلق بالدوري الأسباني. لكن الدوري الإيطالي في بعض المباريات منها انتهى ومنها لسه بيتلعب حتى هذه اللحظات، ومنها كمان هيتلعب بالليل. نبتدي بروما اللي تعادل إيجابي في قمة هذه الجولة مع إنتر ميلان بنتيجة 2-2، وهيلاس فيرونا بيلعب في هذه اللحظات مع كروتوني متقدم 2-0، لسه المباراة ما خلصتش. أودينيزي كمان بيلعب مع نابولي، والتعادل الإيجابي 1-1، لسه المباراة أيضا في نفس التوقيت. وبارما أيضا بيلعب مباراة في هذه اللحظات مع لاتسيو، والتعادل السلبي 0-0. الساعة 7 بالليل مباراة ما بين فيورنتينا وكالياري، والساعة 10 إلا ربع آخر مباريات اليوم في الدوري الإيطالي ما بين يوفنتوس وساسولو. مباريات كلها في الحقيقة رائعة وساخنة جدا. طيب دي كانت أهم وأبرز مباريات اليوم في مختلف الدوريات، لكن دايما اللي بيبقى مهم بالنسبة لنا إيه الجديد اللي بيخص النادي الأهلي، إيه آخر أخبار النادي، كل ده هتكون معانا بعد الفاصل. استنونا.